نعم يعني هو يريد أن يقصف لكنه قلق من ما سيحصل عليه من 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 رد. لا ليس قلقا، يعني نتنياهو بخلفيته التلمودية يعتبر نفسه الآن خليفة الملك ديفيد أو داوود. هو قال بشكل واضح يعني في أحد مجالسه مع الرئيس بوتين أنه يعتبر نفسه ملك مملكة صهيون، وعليه أن يعني يؤسس هذه المملكة إسرائيل الكبرى، وإذا لم يفعل سيبصق في وجهه وهو حي، وسيبول اليهود على قبره وهو ميت. إذن هذا هو الاتجاه والعقل الذي يحكم نتنياهو.